كلمني على ان احنا دي اول كارثه من نوعها كده في الوطن العربي، يعني احنا ما شفناش اعاصير ضربت في الوطن العربي بهذا الشكل. حدثني عن هذا وكلمني بقى على التحرك المصري السريع جدا احنا شايفينه خلال 48 ساعه اللي فاتت لانقاذ ليبيا. طيب هو يعني هذه الكارثه، يعني كارثه الحقيقه، يعني طبعا يعني استاذنك واقدم برضو التعازي للاشقاء في المغرب وفي ليبيا، وفي نفس الوقت حريص جدا على اني اقدم التعازي لكل اهالينا المصريين واخواتنا يعني اللي فقدوا ابنائهم طبعا. طبعا. لكن الكارثه كارثه مفزعه، كارثه مفزعه، وانا هطرح سؤال وممكن استاذنا يجاوب عليه لما خلص كلامي، وهو هل نحن العرب جاهزون لمواجهة هذه التغيرات الطبيعية والمناخية إذا تكررت؟ ولأنه ده بتختلف. كان سؤالي في الجزء الثاني من الحلقة بقى بالظبط. لكن هنا الدور المصري بشكل حقيقي دور، يعني مصر ما بتقدمش مساعدات، لا مصر بتعمل واجب. أشكرك. واجب. واجب وطني عليها. أشكرك. ومصر حاضرة في قلب ووجدان الإقليم العربي والأشقاء العرب في الحقيقة، سواء كانت الأزمات الطبيعية متعلقة بغضب الطبيعة أو غضب المناخ أو في أزمة. إحنا مش إذا رجعنا للتاريخ قوي هنلاقي مصر هكذا، إذا اقتربنا وبدأنا من زلزال سوريا وتركيا أيضا ومرفأ بيروت وانفجار مرفأ بيروت والأزمة السودانية، كل أزمة لها ظروفها، كل أزمة لها مسبباتها، لكن في النهاية اسمها أزمة. طب التحرك المصري هنا الناظم، الناظم المصري، الفلسفة للقيادة السياسية المصرية في التعامل مع مثل هذه الأزمات، لأنه الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة في أي عاصمة عربية على أنها أزمة تهم المصريين. خد بال حضرتك محمد بيه، إنه المصريين نفسهم بقرارات وتكليفات سيد رئيس بالأمس كانوا سعداء جدا ومبسوطين جدا. ليه؟ لأنه في ربط الوجدان المصري الليبي، مصر، العلاقة التاريخية بين مصر وليبيا، الأمن القومي العربي اللي مشترك ما بين الاثنين. بص أنا خرجت بره الملف السياسي. إيه؟ هي ملهاش دعوة بالأمن القومي وغيره. لا الوجدان، ما هو وجدان الدولتين بالظبط يحمل الكثير. أنا هسألك سؤال سريعا كده في وسط كلام، بذمتك لو ما كانتش القيادة السياسية ومصر اتحركت كده أنت ما كنتش هتكون زعلان منهم؟ جدا. أنا بقول لحضرتك أكيد، إنه أنا بقول لحضرتك إنه المصريين نفسهم كانوا مبسوطين، كنا هنزعل، كانوا مبسوطين، لأنه هنا فيه ميراث نسب ومصاهرة، والقبائل الليبية عايشة في مصر والمصريين عايشين في ليبيا، وأنت أمام يعني جغرافيا خلقت حالة يعني أسرية، يعني جغرافية الأسرة نفسها بالطبيعة بحكم الطبيعة. وبالتالي هنا تحرك السيد الرئيس يعني بصراحة، يعني إذا 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 رصدت الجانب المصري فهو سعيد، وأيضا إذا رصدت ردود الأفعال للأشقاء الليبيين بدءا من المشير خليفة حفتر، أحمد المسماري، رئيس مجلس النواب، كلهم عاملين كل تصريحات كل, كل الحقيقة كل هذا فضلا إذا كان هؤلاء الرسميين، فالشعب الليبي أيضا يعني يمتن ويثمن ويقدر قرارات السيد الرئيس. التحرك هنا الحقيقة يعني تحرك، وكأن الدولة المصرية تحرك لذاتها لنفسها طبعا. لأنه هنا إيه، لما أنت تيجي قرار بإعلان الحداد، الله، هو إعلان الحداد معناها أن أنا أشاطرك وأشاركك نفس الألم ونفس الأحزان، نفس الألم ونفس الأحزان. وهنا التحرك سواء في ليبيا أو في المغرب أو في كل العواصم، هنا أنا بتؤكد لفلسفة مهمة وترسخ لفلسفة مهمة، أنه يعني آن الأوان لأنه تبقى فيه يعني إعادة روح العروبة والوحدة والتماسك، وأنه أي ألم طبعا. أو أي ألم في الجسد العربي تتداعى
له سائر الـ 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 العواصم العربية. وبالتالي هنا لأنه المتغيرات أسرع، المتغيرات أسرع من أنك تؤجل. خد بال حضرتك، مصر كانت أول دولة، أول دولة تصل إلى تصل الـ يصل الدعم إلى الدولة الليبية ولشقائنا في ليبيا.